الوثائق الإدارية من التسجيلات المدرسية والجامعية؟ على كل حال أمور تسهل على الطالب باش يلتحق بالجامعة بدون متاعب أخرى، عكس يعني السنين الماضية، يعني الطالب ما يجي يلتحق بالجامعة يجيب سمانة هو مع كومبرومو تاع لاشان والطوابير وكذا، الوثائق الإدارية من ناحية استخراجها من الحالة المدنية من بلدية كذا، يعني أمور يعني حاجة يعني مليحة للطالب ومليحة للجامعة، يعني تنقص من المتاعب تاعهم يعني في تصنيف الملفات واستقبال الملفات وتخزينها وتصنيفها، يعني أمور يعني حاجة مليحة. يعني كي تجي تشوف هذه حاجة مليحة، منها ينقصوا لا شارج على البلدية تولي دايرة، ومنها تسهلها تاني على هادو اللي جابوا الباك جديد، هادو ما تسهلها عليهم يولي ينسكريو فاسيلمون، يعني رابيد يولو ينسكريو. طبيعي تشوف لي هاد الحاجة تخفف الأعباء الإدارية على المواطن. وي بيان سير، كيما كنا نشوفوا في كل مور ريزيلتا تاع باك ولا دخلة تاع مسيد كنا نشوفوا لا شارج بزاف بلديات واللي دايره وكاع، سما هكذا تنقص لا شارج، سما كل عفسه تحت في بلاصتها، لا شارج تنقص على البلديات وتسهل الخدمه على الجامعات هذوما. وثاني على الطلبه باش ما يروحش بيان سير، هذيك باينه كاين اللي يسكن بعيد كل واحد وكيف تسهل عليه بزاف بزاف. بون التعليمه ايجابيه باسكو كاين لي جون يسكنوا بعاد، دونك تسهلوا من الحاله وين يجوا ينسكريو بالخف. اكيد بدا تشوف هادو الالغاء بدا الغاء تدريجي. بدات في كامل المجالات كيما نبداو نشوفو، من قبل كانت وزارة الداخلية عطات أمر باش تساعد المواطن تخفف التعب على المواطن، باش باسكو كان الإنسان ينحي نهار من خدمته باش يروح يدير نهار باش يخرج كوارث، دوكا لا دوكا نشوفو في تحسن بالعقل برك كيما قدر زادر حتى تفر ان شاء الله. انا كي شو كيما تاثرليش على قرايتي ديجا مليحه، وثاني مليحه علينا ما نروحوش لله دايره ومن اي شو رحنا هكذا الو هاي لا كاع كيما معروف كي الدخول المدرسي والجامعي تسيب هاي غاشي كاع عند الفوتوغراف غاشي كاع يتصور باش يجيب لله دايره مطرد كاع، معناتها مليحه علينا هكذا جيب الشهاده تاعك وانسكري وقرا وتزيد. انا قلت لك ما تاثرليش على قرايتي مليحه عليك. جيت لهنا سكريت ديجا سكريت بهذا مازال جيت اليوم ما سقسيت هكذا واش باسكو زادوا دي سبيسياليتي هنا جدد فيليير جدد، جيت نسقسي عليهم وابارامون ان شاء الله فيها خير. وكي واش هاك دوك كيسمع التعليمه بلي ما كانش الوثائق؟ مليحه هكذا استا راح عليا. زاد صافي زاد تساعد اكثر واكثر. بيان سير بيان سير بيان سير زاد تساعد من قوش نجي نسكي روحي الشهاده تاعي وسي بون. هذه يعني دخلت لليونيفرسيتي والحمد لله. انا نظن عنده ايجابيات باسكو يسهلونا المهمه، باسكو الواحد يقدر يعني يجبد حكا عفسه نورمال بطريقه سهله. يعني جو بريفير باسكو صافي موان دو باباراس ارومبلير موان دو تما ما تقلقكش بزاف، جو دير طاطون باك تما بالشهاده تاعك تي بو تانسكرير سي ميو. جو بريفير تما يخليو لك لي شواي تو دونك خير. على بالي بلي هذو ما كاينش الوقت بزاف، الوقت ضيق ولا ميريتيبهم مع الدخول. فوالا 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 تما سي ايزون بري اون كونت الوقت سي سا لو حاجة باينة تسهل باسكو على باش تروح تروح لاميري تجبد لي بابي ديالك وكامل دونك يدير لك بزاف الوقت، دونك كي تجي لهنا عندك لي بابي شوية دونك بالخف تربح الوقت ديالك. تنسكري في الانترنت ومن بعد عندك تأكيد الرغبات، عندك توجيه الطعون ومن بعد عندك التسجيلات النهائية. تسهل هكا خير باسكو نقصوا علينا بزاف عفايس. ومن طبعك واحد يسكن بعيد ولا يعني نقصوا عليه بزاف، يعني حاجه بيها مليحه حاجه مليحه. يعني عكس يعني الطلبه اللي يعني في السنوات الماضيه يعني كانوا يواجهوا صعوبات يعني في كلش في من ناحيه استخراج الملفات او يعني في الوقت ضيق راهو بين تسجيلات ها الوقت ضيق ويعني فيه كومبرومو كبير يعني في الحالات المدنيه والله في الجامعه، يعني حاجه مليحه اخو حاجه مليحه هكذا ينقصوا علينا كما يقول لك التعب تاع الصيف كاع. دوك عملي فات اللي عملي فات شفنا عباد يجيبوا الباك يجوزوا 3 شهور كاع يجبدوا في لي بابي شهاده جنسيه شهاده ميلاد تصاور ما يخلصوش وما يجي يجبدهم يكمل الصيف شغل ما يجوز فاكونس يجوز غير يخرج في الورق. حنا ماذا بينا دوك هكذا عندك شهاده تاعك تحتجد بها ديريكت بيان سور خو بيان سور حنا ماذا بينا كاع الورق كاع ينحوا منه اكتو تعبادي جبت شهاده ميلاد تحت الشوايه تحجب هذاك شهاده جنسيه محكمه ما باش حل باش يمدوها لك والله غير فيها كيما مشاكل وتعب هكذا اخو شهاده من عندك ورق خفيف تكملها مع الدخله تاعك كيما يقول لك لا نوطري تاع تفريها خفيف ظريف
صافي انت كنت سجلت ولا مازال؟ مازال انا مع التسجيلات شغل مازال ما دار شي شوط تاعي تلفت ليه. مي شغل حاجه مليحه سمعنا التعليم هذه خرجت اليوم. التعليم هذه صافي كيفاش راك تشوف رايدك؟ ساعدنا اخو كيما يقول لك الله يردك سمعت باغي غير فرحت. نقصان يا اخو نقصان تعب نقصان بزاف عفايس دوك واحد فيه عاود يخمم على لي بابي اللي جبدهم يخمم على لي شغل اللي دارهم خير. راك فاهم خو؟ اي باسكو كي حنا ثاني كي قرينا هذاك الدليل اللي عطاوه لنا كان فيه هاد مالي بابي بزاف ومن بعد كي تروح للانترنت لو سيت هذاك نقصوا لي بابي بزاف دونك هذه حاجه مليحه ايجابيه تسهل على الطالب وكاين اللي بالك ما عندوش الوقت كاين بالك يسكن بعيد كاين اللي يدار يروح يولي دونك بزاف. انا ما خرجت على نجح البكالوريا لان تسهل عليهم التسجيلات خير من اللي كانت بالوثائق وحتى تشقال تسمى لي فاك هكذا تقدر حتى في دارك ولا تكون في كاش مكتبه ولا في مقاهي الانترنت تقدر تنسكري في تسمى في فلوس تاع اللي خصها الوزاره. اللي خصها الوزاره لهذا الشيء. وكتب لي هذا التعليم هذه راهي تخفف على المواطن هذيك الطوابير اللي كان يديرها في البلديات والدوائر. تخفف عليه بزاف الطوابير اللي كان يديرهم في البلديات ما كاش دوك وثائق دوك تسمى تسامل فقط رقم تسجيل تاع البكالوريا ورقم السري تاعك. يدوك في كشف النقاط تسمى افضل من لو كان دوك مازال نخرجوا الوراق فيها المشقه كانت بزاف هذا كلها لا تخفف الضغط على المواطن ما يراش لي دايره وهكذا ما يعيش روحه مليحه مليحه تطور الله يبارك حاجه ايجابيه ما جات بيان سير بيان سير بيان سير ايوا هذوك هذه هي العالم ما يتطور لازم نتبعوا احنا ثاني نقولوا هذه التكنولوجيا دوك هي دايره حاله في العالم انفورماتيك لا فايز فيما يخص الطلبه رانا نشوفوا كيما طرقنا وهضرنا باللي هما يسجلوا غير بالشهاده والوزاره هي اللي تستكلف بالوثائق الاخرى حاجه مليحه صافي تنقص الوقت ناحية التعب ناحية الاولى ثاني شغل دوكينا كان الطالب يخرج صباح ربي يدير نهار كومبلي باش يخرج كوارتو صافي بليزير وان شاء الله زيد تحسن مع الوقت خير عندي ارتياح هكاك باش لاخش بقيت نخمم فيهم انا ما باش بها هذا سمعت بها عندي ارتياح وحد